يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يحجز مكانا لمعتكفين غير موجودين يأتون في العشر الأواخر، وإذا أتى إنسان منعه من أخذ هذا المكان؟ لا يجوز احتجاز الأماكن إلا لمن جاء إلى المسجد. أما من كان خارج المسجد وله جاي إلا بعد مدة، ما هو جاي إلا بعد مدة، فلا يجوز حجز المكان وطرد الناس عنه. إذا حضر هذا الشخص يجد مكانا في المسجد. الله جل وعلا يقول: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا يحجز مكان إلا لمن كان حاضرا، أما الذي ما حضر فلا يحجز له مكان، إذا جاء يحصل مكان إن شاء الله. نعم.